چي كومنصو بلو ديبي سي كو أن ألغوريتم إي بان أن ألغوريتم هو تو سامبلومون مجموعة من لي زيتاب لي يوصلونا لنتيجة نحوسي عليها كلش في الحياة هادي سي أن ألغوريتم بخونو أن إكزومبل أنا عطشانة حابة نشرب كاس ما دونك واش لازم تسني لازم تكون عندي قرعة وكاس ما دونك واش لازم لازم نهز الكاس من فوق القرعة نحطو في أون بوزيسيو موافقة نحل القرعة تاعي داكوغ اي ن... رايحة نميل دونك القرعة تاعي اي اوتوماتيكمون راح يهبط الماء حتى يوصل للحد اللي نحوس عليه جو دونك ونعاود نرد القرعة في لابوزيسيون تاعها كوغيكت الكاس تاع الماء درك نوز ما خلصش الكاس تاع الماء تاعي درك باه نشربو واش لازم لازم يدي تاني نحطها في اون بوزيسيون دونك نحركها فيغ لافون اون بوزيسيون فيغ لي نتاعي نشرب كي نخلص واش ندير نعاود نرد الكاس في لا الصحيحه نعاود نهبط اي جو بو مينتونون فيرمي لا بوتي اي ريميتر لو الكاس والقرعه في بلاصتو Vous remarquez, c'est des étapes. J'ai terminé, j'ai fermé, d » vers l'avant, j'ai bougé d » vers l'arrière, etc. Donc, prenons un deuxième exemple. J'aimerais écrire un texte. Par c'est l'anniversaire de mon ami. Je veux écrire « Joyeux anniversaire ». Donc, qu'est-ce ila, j'ai besoin ila, besoin de « style », besoin de « دونك كيفاه نكتب انايا لازمتني اولا ستيلو نحطو في لا بون بوزيسيون دونك راني حركتو حتى نوصل لا بون بوزيسيون فوق الورقه تاعي ومن بعد كاس الفو فو يفو اكريغ لو تكست مثلا جويو انيفيرسير مون امي خلصت واش لازمتني لازمتني دركا نهز لو ستيلو من فوق لو كاي تاعي ولا الورقه تاعي اي بي جو لو ريمي في اون بوزيسيون اي جو لو مي في أون dernière position اللي هو وين نقدر نخليه سون problème؟ فو فاي كلش راهو عبارة عن دي زيتاب كيفاش تمشيو كيفاش تتحركو أون en فيت fait, باش نتحرك فيغ لافون واش لازم تندير لازم نهز يدي رجلي بيتو باغدون نافونسيها فيغ لفون ونحطها لِتَحْتِ. رجلي التانية نهزها فيغ لفون ونحطها لتحت التكرار تاع هاد العملية راح يكون <تسهريك> نفس الشيء سوبوزون كو جو فيغ لانفيرس رايحة نهز رجلي نحطها فيغ لاغيير ونافونسي نهز رجلي الثانية ونحطها اونكوغ اون فوا دونك <تسهريك> كلشي <tus> عبارة عن دي زيتاب دونك الحياة تاعنا بكل عبارة عن دي زيتاب سوف كو فو فيغ اتونسيون لي زيتاب هادو راهم مرتبين السون سون اوردوني داكوغ كون نغير الترتيب تاعهم كاين إمكانية أني نتحصل على نتيجة أخرى وبالتالي على أن الألغوريتم مختلف برانسيب دو الألغوريتميك سي كوا سي أن فات أني نكتب أن الألغوريتم بلي تاعو كيما قلنا علاش نكتبو الألغوريتم ديجا فو بيان سع سو سيت كيسيون فات الإنسان بطبعو كسول يحب أنو لخرين يخدمو في بلاصتو شكون اللي يخدم في بلاصتو بلا ما يقلقو بلا ما يقول راسي يوجعني ني اني اليوم عيان ني ما مليح ماشينا دونك اون فيت لا ماشين فا رومبلاسي لا كيفاش انه يمدلها الطرق اللي لازم تتبعها باش توصل انها تعمل العمل في بلاصتو بيان سور لو ماشي في كل شيء الحوايج الملاح الماكلة الشراب الزهو هادوك هو اللي يديرهم ما يمدهمش الماشينة ما حتى واحد خلاف داكوغ Donc, l'algorithmique, c'est quoi C'est un qu algorithme. Algorithme ou la langue ou la programme, ou la application, ou le la... choix. En fait, qu'il mette programme, qu'il mette application, qu'il mette logiciel, c'est la même chose. Un algorithme, c'est un langage de programmation qui est un bzef. Il y a un langage de programmation qui est un Programme ou une application ou un logiciel. Est-ce qu'il y a un seul langage de programmation Non, il y a un bizarre. Il y a un informaticien qui a tous les langages de programmation Non, mais il y a un peu. Il y a un langage qui le tous les langages qui les plus dans le donc, ont tous les peut, Donc, nous pouvons dire d'un algorithme a plusieurs langages, programmes ou logiciels. Troisième principe. كالسون لي les دو de résolution عندي مشكل كيفاش نحلو تلت حوايج اولا لازمتني نفهم واش هو المشكل فهم السؤال عندنا حنا تلت ارباع الجواب عليه بس عندك لا دوزيام ايتاب سي كوا هو اني نقسم المشكل الكبير الى مشاكل اصغر منه الحاجه الثالثه سي كوا سي انه كل سو بروبليم نمدلو لا سبيسيفيكاسيون تاعو يسمى الحوايج نتاعو وش هما الحوايج تاعو توجور 3 شوز المعطيات النتائج و لي زيتاب اللي راح نقوم بهم باش نوصل للنتيجة تاعي برونو أن إكزومبل حاب نبني دار باش نبني دار كاين عدة مراحل نفوتو فيها من المهمين اللي حنحكيو عليها كاين ربعة أني نبنيها ديجا دونك تكون متيكزيسيش تتبنى لا دوزيام أني ندخلها ليكتريسيتي ثالثة اني نحط لها ندخلها لا و والرابعه اني نسبغ الدار نتاعي باش ما تبقاش بشعه دونك جي ديكومبوزي لو بروبليم دونك فهمت المشكل اني حاب نوصل الى اني نبني دار جي ديكومبوزي لو بروبليم اون سوز بروبليم اللي هما هنا بالنسبه ليا ربعه نبني ندخل ليكتريسيتي ندخل لا ونسبغ ونصبغ ومن بعد كل واحد دركا من لي سو بروبليم راح نهزو ونمدلو لا سبيسيفيكاسيون تاعو اللي هما ثلاث حوايج المعطيات النتائج و لي اللي باش نوصل من المعطيات الى النتائج برونو لو تاع نبني دار نبني دار واش معنتها؟ معنتها عندي فراغ بلاصه فارغه نحتاج الى المعطيات السيمون البريك الحديد ايتترا ايتترا النتيجه اللي راح نوصل ليها واش هي هاد الدار لي مبنية كيفاش وصلت لها انه بيان سور داروا لي فونداسيون طلعوا البريك بطريقة محد معينة باستعمال السيمون اتساتيغا خلصوا دونك الخارجي ولا قسموا الدار لداخل بيان سور لا تواتور اتساتيغا سيتادير دي زيتاب ستركتور تاع ان الغوريتم سيتادير الشكل تاع الغوريتم بيان سور كيما اي حاجه في لازم يكون عندي شكل محدد اني نتبعو انا ما عندو الشكل التالي يبدا دائما بكلمه ألغوريتم، الكلمات المهمه رانا دائما سطروا عليها باش نقدروا نوضحوها احسن يبقى ندير فراغ ومن بعد وراه واش يجي اسم ألغوريتم، اسم ألغوريتم سمي واش تحبوا احمد وهبه قرميه سكو فولي بصح شرطين لازم الاول حرف حاجة تانية نفترضو سميت علي علي باغ عندو اسم واحد اخر محمد دونك منقولش علي ام او دي محمد لازم ندير تيغي بيناتهم باش تجيني كلمة وحده عندك هنا تجيني لا بارتي ديكلاراسيون لا بارتي ديكلاراسيون واش نحطو فيها حطو فيها تو لي زوبجي اللي راح نستعملهم مثلا في غوسيت تاع غاتو لي زوبجي واش هما العظام الفرينه الحليب المغرف ايتترا اي هنا تاني في لا نحطو تو لي زوبجي نستعملوهم معطيات نتائج و انترميديير الوسائط اللي بعد نحكيو عليهم تحت لا بارتي يجيني الكلمه ديبو باش نقول بلي هنا راحين يبداو لي زيتاب نتاع لالغوريثم دونك هنا حطينا لي دوني لي ريزولطا و لي وهنا بين الكلمه ديبو والكلمه فا واش راحين يجيوني راحين يجيوني لي تاعي دونك اكسيون واحد اكسيون اثنين حتى لاكسيون ان في بعض الحالات كاين واحد نهايه لا لين نستعملوها هي نقطه فاصله Certains ne savent certains ne savent pas. Donc, c'est comme vous voulez. C'est la structure de algorithme. C'est le cycle. Il y a un algorithme qui est le cycle. L'algorithme est une partie déclaration et entre début et fin, les actions que nous avons fait. Donc, avant d'entrer en détail sur les actions ou les déclarations que nous avons fait, pratiquons ensemble. Regardez en bas de la vidéo et essayez de bien réfléchir avant de répondre. Par exemple, première question. Certains mois de l'année, bien sûr, ont trente et un jours. Certains me diront, ouais, février, qui le dit ça, Mishka, ça Mais non, je vois pas beaucoup de films, Mishka. Donc réfléchissez bien. هذا هو الأساس نتاع الألغوريتميك